أين دور رجال الأعمال؟ حضرتك تقريبا المهندس رضا الشرعي رد عليه أو على جزء منه. دور رجال الأعمال إحنا كجمعية حاسين بيه إزاي؟ أنا لما بروح أقول للمنشأة تدريبية، أنا بسميها منشأة تدريبية اللي هي هوصف فيها الراجل بعد كده أو الآنسة، بقول له أنا عايز فرص عمل من عندك. لما باجي انقي فرص العمل دي بقول له لو سمحت انا عاوز فرص عمل حقيقيه وتضمن حق العامل. يعني ايه برضه؟ في مشروعنا اللي احنا فيه دلوقتي الاشتراك مع الجهاز عندنا شرط، مش هياخد مني نتيجه ان الموظف او العامل ده التحق بالراس، لا ده عاوز برنت تأمينات لمدة 6 شهور وصاحب العمل يقول إن الراجل ده منتظم. من الآخر مش فرصة عمل كده وخلاص. يبقى إذا رجال الأعمال تعاونوا معانا في هذا المجال وساعدونا في إن هم بيعملوا جوب ديسكريبشن مظبوط وصف وظيفي، بيعملوا عندنا بيدرسوا إيه هي الاحتياجات الحقيقية للمرتبات، كل ده تم مع زي ما قال الأستاذ محمد قرب ال 500 شركة. دور رجال الأعمال موجود ومفعل. وحضرتك بس انا عاوز ارغي في جزئيه كده بتقول عليها بالمناسبه، حضرتك انا ممكن اتراوح الاعمال واوفر فرص عمل واساعد الناس واعمل كل ده ومفيش مانع ان انا ابني مسجد لو في امكانيه. فده حاجه ودي حاجه. حضرتك عاوز تستهدف شركات اكتر شويه. التحدي كبير في ظل وجود الكورونا، ويمكن حضرتك استاذ محمد وضح دي. انا كراجل واقف قدامك كرجل اعمال، معلش انا هنقل شويه من كوني رئيس مجلس اداره الجمعيه، انا رجل اعمال وزي ما قال الدكتور حسام رجل شارع. اتفضل حضرتك استاذ. انا كان عندي 500 عامل، انا عندي دلوقتي 17، ماشي؟ طالع في مشروع جديد ان شاء الله هيبقى 1200 عامل ان شاء الله. حضرتك بياخد وقت شويه؟ في تحديات؟ الكورونا اثرت؟ ففي تحدي للعالم كله ومنها مصر. فحضرتك احنا كرجال اعمال او اللي انا اعرفه من رجال الاعمال المحترمين بيحاولوا جاهدين، لان حضرتك برضه خلي بالك انا مش بجامل حد، هو انا كرجل اعمال زي ما قال المهندس رضا، القوه الاصليه اللي هتشغلني هي القوه البشريه مهما كان معايا. تمام؟ المشكله بقى ان القوى البشريه دي بتتحكم فينا. معلش ده قصه قانون عمل وقصه طويله. صاحب العمل بيبقى نفسه ان الراجل يقعد بعد ما يتدرب وياخد وبيبقى يوم واخد بعضه وماشي ورايح مكان ثاني، وبرده مش هيبقى في مكان افضل، ولكن المغريات بتبقى يعني في الوقت ده بتبقى اكتر. انا قصه كبيره قوي قوي وعالجناها في الغرفه التجاريه وعالجناها مع مكتب العمل ومع وزير يعني حضرتك اشتغلنا كتير قوي فيها من حوالي 25 سنه شغالين فيه. مش عارفين نعالجها. ملهاش علاج. يعني حتى العامل بيروح المحكمه يشتكي صاحب العمل وهو اللي سايب الشغل، وهو المحكمه بتدفع صاحب العمل. فقصه كبيره جدا جدا. كانت رايحه حضرتك؟ فالاذعان، لا الاذعان لصاحب العامل مش لصاحب مجال الاعمال. اطمن من الحته دي، واخدين حقهم زياده. هم بس يرضوا عليهم. برضه طلبناها الكلام بتاعنا، احنا فكره التعليم الفني المزدوج حضرتك خرجنا من دي خالص. خرجنا من دي خالص وقلنا ان احنا بندرب الناس في احدث المصانع واحدث النظم للتدريب. شركه الشافعي مش هي المعامل اللي في عندك في المدرسه ولا ايه رايك؟ مصنع عقل. ايه رايك في مصنع عقل؟ هي الادوات اللي موجوده عندك في المدرسه؟ صح؟ احدث حاجه. فالطالب يتدرب في المكان الحديث. احنا عاوزين نتناقش في المشروع بتاعنا عشان نوجه شبابنا ان في فرص عمل حقيقيه احنا جايبينها، اللي عنده استعداد يبدا يشتغل معانا في هذا الطريق. هو ده الاسئله عاوزه تنصف حول هذا الموضوع. لكن الفساد اللي في البلد او في اي حته في العالم او مش عارف التاجر بيزود في السعر او يعني مش هو ده مجالنا هنا خالص. التعليم الفني دايما كده على طول. دلوقتي جميع مديري او مندوبين ما
مدارس الفن الصناعي، انا بتكلم عن الفن الصناعي. احنا حاضرين، كلام حضرتك ممتاز، وجميع السادة اللي طلعوا كلامهم فعلا ممتاز. انا عايزة، انا مثلا مدرسة الريدانية الفنية الصناعية، عندي 5 اقسام، منهم قسمين اللي انتوا طالبينهم، ملابس جاهزة وتبريد وتكييف. افعل اللي انتوا ازاي في مدرستي وانا داخلة عام 2021؟ هتخدمني ازاي مع بناتي السنة دي؟ ايوه كده، حد الاسئله السهله دي. السؤال ده على فكره كالعاده الانسات والسيدات بيبقى اسئلتهم فعاله جدا ومفيده للمجتمع. ده العمليه صعبه خالص يا جماعه. السؤال اللي حضرتك بتساليه ممكن تسمعي اجابته. احنا عندنا طريقين مع التعليم الفني تحديدا كمشروع من احد المشاريع الجامعيه اللي عملتها، وهو التعليم الفني المستوى. كل ما الناس هتتجه للتعليم الفني المستوى كل ما هتبقى فيه فرص عمل. لكن تفعيل مشروعنا احنا الحالي عندك في المدرسه هيجي ازاي؟ هيجي من ان الخريج هيتخرج، هيلاقي فرصه عمل لما يتخرج، مش هو طالب. يبقى اذا عندك حاجتين، لو انت عايزه تفعيل المشروع عندك كفرص عمل، طبعا عن طريق مشروع التعليم الفني المزدوج. التعليم الفني المزدوج حضرتك عندك اقسام ملابس جاهزة. الطالب يجي يطبعك بعد. طب حضرتك اقطع الحديث واسمعك ولا اكمل؟ تكملة يا ريس، تكملة يا ريس. طب انا سيادتك يا فاشل، طب اسمعني اسمعني وانا اسمع حضرتك. انا هسمع حضرتك. اتفضل يا ريس، اتفضل. التعليم الفني المزدوج هو عبارة عن فرصة عمل بدري. بدل ما اولادنا ينزلوا يقعدوا على القهوه او على السايبر او يلعبوا على النت او دخلوا وهو عنده يا دوبك خرج من الاعداديه كده، اقول له يلا انت بتشتغل وبتاخد مقابل. بياخد بدل وجبه وبدل انتقال وبيحس ان هو انتج، لدرجه ان في بعض الطلبه كانوا بيخلصوا المدرسه ويسلموا يوم الانصراف ويجوا يتعاقدوا تاني بعد الظهر عن طريق ولي الامر، انا عاوز اشتغل تاني بعد الظهر، وبالتالي مرتبه نفسه بيبقى مرتب عالي. وصاحب المنشأة نفسه بيمسك فيه. فإذا عندك عشان تفعلي ده في المدرسة، حضرتك نمي أو هوي على فكرة التعليم الفني المزدوج وصليها لأولياء الأمور وللطلبة. وصلت كده؟ وصلت. الإجابة سليمة؟ مع حضراتكم مدام هالة النادي، السؤال كان مرتب مجاوب مدير التعليم الفني في إدارة الشرق لمدة 8 سنين. البوستر ده كان بيجي لي في الإدارة. كان بيجيلي اولياء امور بعد ما يقع في ايدهم ان ابنهم مش قادر لا يقدم تعليم زراعي ولا صناعي ولا اي حاجه. كنت بطلع البوستر ده لولي الامر ونقعد نتكلم في محتوياته. طبعا دي كانت عمليات شخصيه مع ولي امر او اثنين كانوا بيجولي. انا بناشد الباشمهندس رضا الشافعي لازم يعمل دعايه للموضوع بصوره اوسع، لان اولياء الامور مش عارفين حاجه عن الموضوع خالص. لو استطاع الباشمهندس رضا والجمعيه ان هي تعمل دعايه واعلان في المدارس الاعداديه، لان هي اللي مسؤوله عن الموضوع، مش بيجيبليش انا الورق ده وانا كنت في ثانوي، انما المدارس الاعداديه لو طلع لها دعايه واعلان من اول السنه الدراسيه واولياء الامور من خلال اولادهم عرفوا، هيبقى الموضوع بقى بوجه اشمل، راح لناس كتير، ناس كتير جدا ما تعرفش عن الموضوع ده اي حاجه. الف الف شكر لحضرتك. هو حضرتك فعلا احنا بنوزع ورق البامفلت ده مع الشهاده الاعداديه اساسا، يعني احنا بنوزعه بالاتفاق مع التربيه والتعليم، بيطلع مع يعني الشهاده الاعداديه نفسها بيطلع مع البامفلت ده. انا مش عارف اطول على حضراتكم، وبنؤكد شكرنا لحضراتكم وتشريفكم لينا، وان شاء الله دايما بالتوفيق والسلام.